فير بلاي. رجعنا من جديد في فير بلاي في موعدنا الصيفي كل يوم من 3 حتى 5 متاع الشيء. رافقكم أنا سلم مدب يوميا في موعد من الاثنين حتى الجمعة في موعد جديد للبرامج الصيفية على إكسبرس أفام. نحكي حاليا على ملعب التونسي الجديد في البقلاوة, تعيين الكوتش البلجيكي لوك إيمايي اللي تقريبا في تجربة بديل في البطولة التونسية. باش نحكيو على التعيين هذا وجديد في البقلاوة, أيضا مع الناطق الرسمي للملعب التونسي نيس بن فلاح. أستاذ أهلا بيك. مع السلامة. مع السلامة, مرحبا بيك ومرحبا بالسادة المستمعين تاع إكسبرس أفام. شنو الأمور؟ والله الحمد لله لاباس. الحمد لله. باهي, اليوم الصباح سمعنا تعيين المدرب لوك إيمايي, ظهر لي مدرب جديد في الملعب التونسي. كيفاش تم الاتصال؟ اعطينا شويه تفاصيل على الموضوع. والله شوف, احنا توا معناها في اطار تحضير الموسم الجديد, عندنا كارفور كل اللي عندنا لجنه فنيه متكونه من 3 اشخاص اللي معناها هما اللي قاموا معناها بعمليه اختيار الجهاز الفني, وهذا كان على ضوء العديد معناها من الملفات اللي وقعت تدرسهم, خاصه معناها كانوا فما مدربين متوانسه صحيح على معناها مطروحين, لكن في الاخير معناها وقع الاختيار على المدرب البلجيكي لوك إيمايي. وفهمني المفاوضات الحقيقه معاه ما كانتش عسيره, وتوصلنا لاتفاق معناها في اقرب وقت, وان شاء الله من هنا ديسي كلكو جور باش يباشر المهام نتاعو ان شاء الله. ان شاء الله. باش شنو الاهداف اتفقتوا معاه مع المدرب هذا؟ والله شوف الاهداف توا باش نحكيو على الاهداف, موضوع كبير شويه. علاش؟ على خاطر تعرف انت تو الكل الوضعيه نتاع الملعب التونسي معناها في انتظار القرارات اللي باش تصدر على الجامعه التونسيه لكره القدم, او بالاحرى على الجلسه العامه اللي باش تنعقد في بدايه شهر اوت. معناها ان شاء الله اذا كان فما نصيب والملعب التونسي قعد في الرابطه الاولى, الاهداف باش تكون التمركز معناها في الست مراتب الاولى اللي هو كان الهدف معناها نتاع الموسم الفارط. فهمني, في ظل كونه معناها باش يقع الاحتفاظ بتقريب 90% من الرصيد البشري نتاع الفريق اللي لعب الموسم الفارط, اضافه الى ان شاء الله فما باش يقع تطعيم وبعض الانتدابات المدروسه والمواجهه. فما جديد في الموضوع هذا نتاع البقاء في الرابطه الاولى ولا مازال؟ والله مازال, الناس الكل تعرف اللي فما معناها جلسه معناها تخص كره القدم المحترفه نهار 24 جويليه, اضافه للجلسه العامه اللي باش تنعقد بدايه شهر اوت. الموعد مازال ما تحددش كما تعرفوا الناس الكل. الجامعه على حسب معناها المعلومات اللي عندي تنتظر في التحييث نتاع قرار التاس, وعلى ضوء القرار التحييث هذا نتاع قرار التاس الجامعه باش تحدد موعد الجلسه العام. معناها حسب ما فهمت باش تعرفوا مصيركم تقريبا في اخر اوت, هكا مش مؤخر شويه؟ والله لا, معناها لا, يلزم هو القرار يقع اتخاذه قبل, على خاطر هي بطبيعتها البطوله توا على حسب معناها التاريخ المبدئي هو 22 اوت. معناها بالنسبه للجمعيه مش كان الملعب التونسي, فما جمعيات اخرى كونسيرني بالموضوع هذايا على راسهم بيان سور هلال الشابه, نتصور معناها يلزم يقع اتخاذه معناها بدايه شهر اوت على اقصى تقديره. واضح. ايضا فما جديد في الملعب التونسي, اليوم تم التعاقد او تمديد عقد هيثم العيوني. اي هو البارح الحقيقه. البارح سامحني. البارح توقعت تمديد عقد هيثم العيوني بمده موسم. نحب نشكر الملاعبي اللي كان متفاهم وضعيه الفريق, واللي معناها كيما قلت حتى هو معناها المفاوضات معاه ما كانتش صعيبه برشا. فهمني اللي نعرف استاذ كان قريب برشا من نادي حمل انف. والله نتصور معناها ملاعبي اذا كان ملاعبي معناها نهايه عقده في نهايه عقده بالطبيعه باش تكون عنده اتصالات مع فرق اخرى. فهمني ما نعرفش انا بالضبط نادي حمام لمف ولا فرق اخرى الحقيقه, ما نعرفش كيكا. اللي يهمني انا كون المفاوضات معاه كانت يسيره, وتفاهم الوضعيه نتاع الفريق وابدى استعداده. معناها هو من الاول الحقيقه هيثم كان عاطي معناها الاولويه للملعب التونسي. فهمني ما ننساوش اللي الملعب التونسي كان معناها سبب في اعاده بروز هيثم العيوني على الساحه الكرويه في تونس. جديد ايضا حددتوا موعد الجلسه العامه الانتخابيه كيف يوم الفيجوي. هي محدده معناها البلاغ هبطت وعنده مده معناها البلاغ. جوست اللي زدناها كونه معناها حتى حددنا التواريخ نتاع ايداع معناها الملفات الترشح, بيع الانخراطات, معناها تعرف لي فورماليتي هذيك الكل اللي نص عليها القانون الاساسي نتاع الملعب التونسي. فما اخبار عن مترشحين سيد رئيس النادي الحالي جلال بن عيسى باش يكون موجود في الانتخابات ولا؟
والله اخر تصريح للسي جلال بن عيسى قال لي معناها شمس قال لي وباقي معناها شادد صحيح اللي هم مش يعاود يترشح وان شاء الله معناها نلقاو ناس اخرين يقدموا معناها ترشحهم ويكونوا معناها ما عندهم الاستعداد باش يخدموا الملعب التونسي فهمني بون صحيح الوضعيه ماهيش سهله لا محاله لكن اللي يحب جمعيته معناها نتصور يكون معناها الوضعية دي ما تقلقوش وبطبيعة الحال يخدم ويعمل اللي عليه باش يحسن منها الوضعية دي. سينو فما جديد فما سامي أخرى قادمة في الانتدابات حدث هكا؟ والله فما ما نجمش نعطيك لسامي الحقيقة أما فما إن شاء الله معناها فما باش يكونوا فما ثلاثة أربعة انتدابات إن شاء الله فهمني مازالت المفاوضات معاهم وإن شاء الله اللي فيه الخير يسهل فيه ربي وكاو. فما سامي مثلا بن بريك مترشح ينجم يكون زيدا؟ والله فما نتصور انا سمعته معناها الاسم تاع سي نوردين بن بريك ونتصوره معناها نجم يحضر قائمه ويترشح معناها هذا حقه كمحب للملعب التونسي وهذا معناها حقوقه ما نجم يمنعه منها حتى حد. واضح. وبطبيعه الحال الكلمه كلمه الفصل باش تقعد للصندوق وللاحباء. واضح. يعطيك الصحه شكرا لك استاذ على كل هذه التفاصيل. عايش. أعطيك صحة نسمة فلاح الناطق الرسمي للملعب التونسي فاصل ثم موزيكا وبعد راجعين مكملين فير بلاي حتى للخمسة.